بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم السادس من شهر ربيع الآخر سنة 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 65 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا المقام عند باب صلاة الاستسقاء، وفيه حديثان وهما مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الحديث الأول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ: إلى المصلى. هذا أول أحاديث أو أول حديثي الباب. ولم يورد المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء سوى هذين الحديثين. هذا أولهما حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الباب من المسائل أحكام يفردها الفقهاء رحمهم الله تعالى في أبواب صلاة الاستسقاء. والأمر كما تقدم في صلاة الكسوف وصلاة العيدين ونحوها هي من جنس الصلاة التي تفرد بأبواب لما استقلت به من الأحكام والمسائل، فتشترك مع الصلاة في كونها صلاة، وهي ليست من الفروض الواجبات، لكنها من الصلوات ذوات الأسباب أو الأحداث المعينة التي ترتبط بها، كمثل صلاة الاستسقاء. الاستسقاء لغة طلب السقيا، كما يقال الاستصحاء طلب الصحو. والمقصود به في هذا الباب في الشريعة أن يطلب العبد ربه عند حصول الجدب، أن يطلب ربه سقي الغيث والمطر. وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبادة العظيمة التي يرتبط فيها العباد بربهم فيسألون ويدعون ويطلبون، وهو جزء مما قررته الشريعة من الأحكام التي استقرت في عقيدتنا وفي عباداتنا معشر المسلمين، ألا ينفصل جزء من حياتنا ومعاشنا وسائر شؤوننا عن علاقتنا بربنا وخالقنا. وقد مر طرف من ذلك في النظر إلى ماهية كسوف الشمس وخسوف القمر، والربط بين تفسير ذلك علمياً وبيانه سببياً، وبين ما ارتبط بذلك في عقيدتنا معشر المسلمين من إيمان بالله وتعظيم لله وتفويض للأمر كله لله جل جلاله. الاستسقاء أن يطلب العبد من ربه سقي الماء. فلو قيل إن الناس اليوم تطور بهم العلم وقد بلغ بهم الأمر أن يكون لهم من بذل الأسباب ما يكون به استنزال المطر وتسيير السحاب أو تكوين السحاب بطريقة ما مما علمهم الله، فالسؤال مرة أخرى: أيكون ذلك انفصالاً عما تقرر في عقيدتنا ليصل به الناس إلى شعور بالاستغناء عن ربهم عز وجل
إذا كانوا قد ملكوا السبب واستطاعوا أن بما علمهم الله أن يجمعوا السحوبة ثم يكون لهم فيها شيء من إجراء بعض وسائل العلم ويكون به استنزال المطر ونحو ذلك؟ الجواب أيضا لا، لأن الذي علمهم سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم بعبادته، هو الذي شرع لهم دعاءه وسؤاله جل وعلا، وليس هذا مقام بسطه الآن. فإذا صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء، وربما كان ذلك أكثر من مرة، هذه إحداها في حديث عبد الله بن زيد. وقد نقل ابن حبان رحمه الله أن ذلك كان في أول شهر رمضان سنة 6 من الهجرة، سنة صلح الحديبية التي وقعت في ذي القعدة من ذلك العام. في رمضان من السنة 6 جدب الناس جدبا شديدا، فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، فكانت هذه الرواية قال خرج يستسقي، خرج إلى أين؟ قال وفي لفظ إلى المصلى، فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. ما هاتان الركعتان؟ هي صلاة الاستسقاء. قال جهر فيهما بالقراءة. قال ابن الملقن رحمه الله واعلم أن الاستسقاء أنواع، الأول الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة، دعاء أن يدعو الناس ربهم اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة يسمى استسقاء، لأنك تطلب من الله السقيا. الثاني أو قال أوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، دعاء مرتبط بصلاة إما في أعقاب الصلوات أو في خطبة الجمعة، كما سيأتي في الحديث التالي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الرجل قال يا رسول الله هلكت السبل هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فدعا، أين دعا؟ في خطبة الجمعة. هل صلى ركعتين صلاة استسقاء؟ لا. ألا يسمى هذا استسقاء؟ بلى، الدعاء بالسقيا في الخطبة نوع من الاستسقاء، وإن لم يصلي صلاة استسقاء. إذن الثاني قال الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، قال والثالث الاستسقاء بركعتين وخطبتين. فإذن هي ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب، دعاء بلا صلاة ولا خلف الصلاة، الثاني دعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة، الثالث الاستسقاء بركعتين وخطبة. قال والثاني أفضل من الأول والثالث أكمل الكل، وخالف فيه أبو حنيفة كما سيأتيك بعد قليل. والمصنف رحمه الله ذكر في الباب النوعين الثاني والثالث، الذي هو الدعاء في خطبة الجمعة كما سيأتي، والدعاء في صلاة مستقلة هي صلاة الاستسقاء وهي حديث الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه دليل على استحباب الصلاة للاستسقاء، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وعند أبي حنيفة لا يصلى للاستسقاء ولكن يدعى، وخالفه أصحابه فوافقوا الجماعة وقالوا يصلى فيه ركعتان بجماعة. انفرد الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالقول بعدم مشروعية صلاة للاستسقاء، فإذا قيل ما الاستسقاء عنده؟ الدعاء. واستدل بالحديث الآتي الذي فيه الدعاء في خطبة الجمعة. أين وجه الدلالة؟ قال لأنه عليه الصلاة والسلام خطب على المنبر، ولما سأله السائل رفع يديه ودعا، فدل هذا على كفاية هذا الدعاء في تحصيل الاستسقاء، ولا يحتاج إلى صلاة مستقلة. ولو كانت الصلاة شرطا في الاستسقاء لما تركها عليه الصلاة والسلام. هذا انفرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حتى صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع وافقوا الجمهور في استحباب صلاة بركعتين للاستسقاء، وهو الذي دل عليه هذا الحديث كما قال المصنف مذهب جمهور الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واستدل لأبي حنيفة باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة ولم يصل للاستسقاء، قالوا ولو كانت سنة لما تركها. طيب ما الجواب عن هذا؟
نقول هذه سنة وتلك سنة، فالاستسقاء فيه أكثر من سنة. أن يدعى في خطبة الجمعة بطلب السقيا فهذا استسقاء وهي سنة نبوية، وأن يخرج إلى الصلاة قصدا بطلب الاستسقاء فهي سنة، وطالما ثبتت الأحاديث بهذا وذاك فلا يقال إن إحداهما صفة مسنونة والأخرى ليست كذلك. فإذا صح استسقاؤه صلى الله عليه وسلم، وأنه خرج إلى الصحراء إلى المصلى، وأنه خطب فدعا في خطبة الجمعة، فالكل سنة إذن. وهذا مما ذهب إليه الجمهور بما فيهم صاحب أبي حنيفة رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى. من أين أخذ؟ نعم، في قوله خرجا. ولو كانت السنة في صلاة الاستسقاء في المساجد لما خرج عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: والمقصود من الخروج في صلاة الاستسقاء أن فيه مزيدا من إظهار الضراعة والانكسار والافتقار، فيخرج إلى الصحراء إلى الفلاة إلى الخلاء يظهر فقره وضعفه ومسكنته. وكما تقدم أيضا في صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم في المسجد، وهذه سنة إذن. وفي العيدين الخروج إلى الصحراء أيضا أو إلى المصلى. فإذن السنن في الصلوات تراعى فيها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها حكم تلتمس في التفريق بين صلاة وصلاة، صلاة يخرج لها وصلاة يبقى فيها في المسجد، فالكلها هنا سنة بحسب ما ثبت عندنا من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وكما تقدم في صلاة العيدين أن من أهل العلم من نص على أن المسجد الحرام بمكة من بين سائر بقاع الدنيا يبقى الأفضل فيه الصلاة عند الكعبة وفي مسجد الكعبة دون الخروج إلى الصحراء أو إلى الخلاء أو إلى المصليات، لمعاني أخرى متعلقة ببركة المكان وفضيلته والقرب من الكعبة وبسعة المسجد الذي يستوعب الناس بخلاف مساجد المسلمين المعتادة. وهذا الأمر أيضا قيل هكذا هنا عند بعض الشافعية في صلاة الاستسقاء، أن مكة والمسجد الحرام السنة فيها الأقرب أن تؤدى داخل المسجد الحرام لما ذكر من الوجوه المتعلقة به آنفا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة. من أين أخذ؟ من قوله: وحول رداءه. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. قال: فيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة. ما المقصود بتحويل الرداء؟ قلبه الظاهر إلى الباطن والباطن إلى الظاهر، أو قلبه بجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، أو قلبه بجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه؟ هذا محتمل. ولأجل هذا تفاوت الفقهاء في بيان صفة هذا القلب أو التحويل للرداء. والذي عليه الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله كما يسير بعد قليل، الجمهور القائلون بأن من السنة تحويل الرداء كما جاء في الحديث هنا، اختلفوا في كيفية هذا التحويل. فالجمهور منهم على أنه يجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، لما في الصحيحين وموطأ مالك رحم الله الجميع من لفظ في رواية هذا الحديث. زاد المسعودي قال: قلت لأبي بكر: أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. وهذا سنة عند الجمهور. أما الذي ذهب إليه الإمام الشافعي في الجديد من مذهبه أن تحويل الرداء يكون بتنكيسه، فيجعل ما يلي الرأس أسفل وما يكون أسفل أعلى. قال أهل العلم: وسبب الاختلاف بينهم في مفهوم حول وقلب التي جاءت في الروايات، هل هما مترادفان أو هم مفترقان متباينان فلكل منهما معنى. واستدل للإمام الشافعي لماذا قال إنه يجعل أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، أيضا لما جاء في بعض الروايات
أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. قالوا إذن هو أراد هذا، ولولا أنه ثقلت عليه لفعل، فدل على أن هذا هو المقصود من تحويل الرداء، والجمهور على الأول كما سمعت. قال: وفيه دليل على استحباب تحويل الرداء في هذه العبادة، وخالف أبو حنيفة في ذلك. إذن للإمام أبي حنيفة رحمه الله في صلاة الاستسقاء موضعان خالف فيهما الجمهور. الأول في سنية صلاة ركعتين مخصوصتين للاستسقاء وانفرد به رحمه الله، والثاني في هذا الموضع سنية تحويل الرداء، وكأن دليله رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في استسقائه في الخطبة هل قلب رداءه؟ ما قلب، ولا ثبت ذلك. قال: فكما قال هناك لا صلاة لأنه استسقى في الخطبة، قال هناك لا تحويل لأنه لم يحول. فماذا يبدو لك؟ يبدو أنه رحمه الله اتكأ على حديث الاستسقاء في الخطبة فاكتفى بالدعاء ولم يقل بمشروعية الصلاة، ولم يقل بتحويل الرداء لأنه لم يرد في الحديث أيضا، فجعله مقتصرا عليه. فكأنه رحمه الله تعالى اقتصر على ذلك الحديث، والنظر إلى الحديث الثاني يفيد مشروعية الأمرين، فكأنه رحمه الله لم يبلغه الحديث فنفاه، ونفى ما فرع عليه وما استنبط منه وما استدل به عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل إن سبب التحويل التفاؤل بتغير الحال. وهذا أيضا أخذ من بعض الروايات التي فيها هذا المعنى، ما حكمة قلب الرداء في صلاة الاستسقاء؟ أجاب بعض أهل العلم أن ذلك محمول على التفاؤل بتغير الحال، فكما قلب رداءه هو تفاؤل بأن يقلب الله الحال من قحط وجدب إلى غيث وخصب ومطر، فيفعل ذلك استنانا بفعله عليه الصلاة والسلام. وأخرج الدارقطني فيه حديثا مرسلا عن أبي جعفر الباقر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى وحول رداءه ليتحول القحط، فجعل هذا منصوصا، ولو صح الحديث مرفوعا لكان شاهدا في الباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال من احتج لأبي حنيفة إنما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء، أو عرف من طريق الوحي تغير الحال عند تغير ردائه. هذا بعض ما اعتذر به فقهاء المذهب الحنفي اعتذارا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في عدم القول بسنية قلب الرداء. قالوا: لأنه ربما كان قلب ردائه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا به قلب الرداء بذاته، بل كان أراد به أن يثبت الرداء على عاتقه، لأن السنة في رفع اليدين في الاستسقاء المبالغة في رفع اليدين، وإذا كان الرداء هو ما يوضع على الكتف كما يلبس المحرم في ردائه، فإن من شأنه إذا رفعت الأيدي أن يسقط من على المناكب. فقالوا: كان المقصود من قلب الرداء تثبيته على العاتق عند رفع الدعاء، أو أن يكون قد أتاه الوحي صلى الله عليه وسلم بأن الله مغير حاله ومستجيب دعاءه ومنزل الغيث والمطر، فقلب الرداء، يعني لا تفاؤلا بل علما بالوحي، ففعل ذلك موافقة لما أعلمه الله تعالى إياه. هذا الجواب ذكره بعض فقهاء الحنفية، وليس الإمام أبو حنيفة رحمه الله ذاته، ولهذا قال المصنف: وقال من احتج لأبي حنيفة، فأورد هذا الجواب وسيجيب عنه رحمه الله. قال: قلنا القلب من جهة إلى أخرى أو من ظهر إلى بطن لا يقتضي الثبوت على العاتق، بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمه في إحدى الجهتين فهي موجودة في الأخرى، وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحالة فيمكن تثبيته من غير قلب، والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغير الحال عند تغير الرداء،
والاتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف في الشرع من محبة التفاؤل. طيب، أجاب بإجابتين أو ثلاث. الأولى، القلب قلب الرداء من جهة إلى أخرى، جعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين، أو قلب الظاهر إلى الباطن والباطن إلى الظاهر، هذا لا يستعان به لتثبيت الرداء، لا يقتضي ثبوت الرداء على العاتق، بل الحال أنه إذا كان الرداء على وشك السقوط فإنه سيسقط حتى لو قلبه، فليس هذا حكمة مناسبة للقول بأن قلب الرداء مدعاة إلى تثبيته. قال رحمه الله: بل أي حالة اقتضت الثبوت أو عدمه في إحدى الجهتين فهي موجودة في الأخرى، وإن كان قد قرب من السقوط في تلك الحالة فيمكن تثبيته من غير قلب، يشد رداءه فيثبت على كتفه ولا يحتاج إلى قلب. إذا قيل إن الحكمة من القلب تثبيته، لا يحتاج إلى قلب الرداء ليثبته، فهذا يعني نظر يعني بالعقل في هذا التوجيه الذي ذكر. قال في العلة الثانية أو في التوجيه الثاني: لعله أتاه الوحي فأخبر بأن الله منزل الغيث مستجيب دعاءه. قال: الأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغير الحال عند تغير الرداء، لا شيء يدل على ذلك، إذن هي مجرد تخمين ودعوة لا يمكن بناء الحكمة عليها. أخيرا قال: الاتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرد احتمالات. أن تقول هو خاص به، هذا احتمال، أنت الآن رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أو روي لك أنه فعل هذا، فتقول أنت بين احتمالين، تقول نتبعه لأن فعله هذا سنة لنا، أو تقول احتمال أن هذا خاص بي، أتاه الوحي فأخبره الله. هذا الاحتمال لا دليل عليه أولا، ثم إذا كان احتمالا وأنت بينه وبين أن تكون، يعني طالما ثبت الفعل النبوي فتردد بين أن يكون شرعا للأمة وبين أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، فأي الاحتمالين هو الأصل؟ الأصل التشريع، الأصل في أفعاله التشريع للأمة. متى نقول إن هذا الفعل مخصوص به؟ إذا ثبت بدليل اختصاصه عليه الصلاة والسلام بالحكم، وليس العكس، ليس العكس أن نقول هذا الفعل محمول على الخصوصية ونحتاج إلى دليل لنثبت عموم تشريعه للأمة. قال: والاتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص. قال: مع ما عرف في الشريعة من محبة التفاؤل، وهذا كثير في سنته عليه الصلاة والسلام، يتفاءل باسم الأشخاص. في قصة صلح الحديبية أرسلت قريش أكثر من واحد حتى جاء سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم، وكان الصلح بمقدمه رضي الله عنه. في الأماكن إذا كان في سفر يسأل عن أماكن الأودية والجبال وأسمائها، فإذا وجد اسما غير مناسب استمر في المسير، فإذا أخبر باسم مناسب محمول على السعة واليسر استبشر وتفاءل فنزل به. هذا ليس تطيرا ولا تشاؤما، هو تفاؤل، يبحث عليه الصلاة والسلام عما يحمل على أن يكون شأنه عموما في أمر فيه سعة. ولما أمر جماعة بحلب ناقة وكانوا مجموعة سأل كل واحد عن اسمه، فلما أخبر باسم الأول ما أعجبه الثاني، فلما قال الثالث اسمه يعيش قال: أنت تحلبها، استبشر بالاسم أن فيه عيش وفيه شيء من ذلك، وهذا محمول منه عليه الصلاة والسلام على تفاؤله وحبه للاستبشار بما يدعو إلى ذلك. فيمكن أن يقال إن تفاؤله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى العام في الشريعة وارد، فقلب الرداء من باب التفاؤل، أن يغير الله الحال وأن يستجيب الدعاء وأن يقبل من عباده الصلاة فيغير حال عباده. والأمر كما قال القائل: تفاءل بما تهوى يكن، فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة. من أين أخذ هذا؟ تقديم الدعاء على الصلاة بقوله: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى. سؤال: هل هو دعاء بخطبة أو من غير خطبة؟ الحديث ما ذكر الخطبة،
ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه المسألة ولم يصرح بلفظ الخطبة، لم يأتي في هذا الحديث ذكر الخطبة، ليس فيه إلا الدعاء. وسيأتيك أيضا كلام العلماء في الخطبة في الاستسقاء. فإذا الحديث ما تكلم عن الدعاء، لكن لما قال توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى، قالوا الصلاة آخر ما يفعله في الاستسقاء، فإن كانت هناك خطبة أو دعاء فمتى تكون؟ تكون قبل الصلاة لقوله ثم صلى. نعم، أحسن الله إليكم. قال ولم يصرح بلفظ الخطبة، والخطبة لها عند مالك والشافعي بعد الصلاة، وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه. طيب، إذن أولا الحديث هذا لا ذكر فيه لخطبة الاستسقاء. طيب، فهل ورد في غيره من الأحاديث؟ الجواب نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام قال فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا إلى الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه. الحديث عند أحمد في المسند وابن ماجه في السنن رحمهما الله. إذن ثبت التصريح بالخطبة في غير حديث الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ثبتت الخطبة. طيب، هل لصلاة الاستسقاء خطبة؟ الجواب من قال بأن للاستسقاء صلاة وهم الجمهور بما فيهم الحنفية عدا الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع يقولون بمشروعية الخطبة لصلاة الاستسقاء، بل منهم من نقل الإجماع كالفاكهاني وغيره أن الاستسقاء له خطبة. إنما الذي اختلفوا فيه موضعها، هل هو قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ هل خطبة الاستسقاء كالجمعة تكون قبل الصلاة أم هي كالعيدين تكون بعد الصلاة؟ والإمام الطحاوي رحمه الله لما أورد المسألة وأراد الترجيح فيها رجح أن خطبة الاستسقاء أشبه بخطبة العيد، لأن صلاة الجمعة فرض وهذه ليست فرضا، والحضور للجمعة والجلوس لها مقصود لذاته، فلهذا كانت واجبة فكان شأنها قبل الصلاة، بخلاف العيدين فألحق الاستسقاء بها. ما الحاجة إلى قياس أو إلى مقارنة وترجيح؟ الجواب لورود الأحاديث المتفاوتة التي اختلفت في تحديد خطبة الاستسقاء، فمنها كما في حديث عبد الله بن زيد هذا الذي معنا جعل الدعاء قبل الصلاة، وبعض الروايات صرحت بالخطبة، وبعض الروايات جعلته بعد الصلاة في حديث عبد الله بن زيد وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فهي معارضة لهذه الرواية، بدأ بالصلاة قبل الخطبة. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود وهي تحكي صفة صلاة الاستسقاء، قالت فقعد على المنبر فكبر وحمد الله إلى أن قالت ثم رفع يديه ثم قالت ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. فالشاهد من ذلك كله تفاوت الأحاديث. فالذي قال المصنف رحمه الله الخطبة عند مالك والشافعي بعد الصلاة، فرجحوا الرواية المعارضة لحديث الباب رواية عبد الله بن زيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وعن أحمد رواية كذلك بأن خطبة الاستسقاء أيضا تكون قبل الصلاة، أن الخطبة بعد الصلاة فتكون الصلاة قبل الخطبة. وعند أحمد رحمه الله رواية ثانية بالتخيير وهي التي اختارها بعض الشافعية، أن الإمام مخير أن يخطب قبل الصلاة أو بعدها. ووجه ذلك كما سمعت تعدد الروايات، وبها أيضا جاء صنيع بعض الفقهاء، و بوب المجد بن تيمية في المنتقى بقوله باب صفة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة وبعدها. فمن الفقهاء من يأخذ بهذا ومنهم من يأخذ بذاك. قال رحمه الله وفيه حديث عن أبي هريرة يقتضيه، يعني يقتضي ما ذهب إليه مالك والشافعي من تقديم الصلاة على الخطبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا. من أين أخذ هذا؟ قوله رضي الله عنه فتوجه إلى القبلة يدعو، يدعو بما؟ الاستسقاء. السؤال هل هذه الجملة دليل على استقبال القبلة في دعاء الاستسقاء أو مطلقا في الدعاء؟
قال رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو. هل هذه الجملة دليل على التوجه إلى القبلة عند الدعاء في الاستسقاء أو في الدعاء مطلقا؟ في الاستسقاء خاصة. فقول المصنف رحمه الله فيه دليل على استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا محل نظر. هذه الرواية ليست تفيد ذلك، ليس معنى هذا أنه ليس من السنة استقبال القبلة، بل هو مستفاد من أدلة أخرى. ولهذا فإن ابن الملقن رحمه الله كان أدق في التعبير عن هذه الفائدة، إذ قال: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء، ثم قال: وفيه أيضا استقبالها عند الدعاء مطلقا قياسا عليها. فجعل تعميم حكم استقبال القبلة في الدعاء مطلقا مأخوذ فرعا من الحديث هذا لا أصلا. أما أصل الحديث فهو الدعاء والاستقبال في دعاء الاستسقاء خاصة. أما الدعاء واستقبال القبلة فقد تقرر عند العلماء أن هذا من آداب الدعاء المستحبة، وأن استقبال القبلة فيه أيضا مطلق بما يعني دلت عليه جملة أحاديث، أن من آداب الدعاء وأسباب الإجابة فيها استقبال القبلة عند الدعاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وفيه دليل على الجهر في هذه الصلاة. من أين أخذ؟ قوله: جهر فيهما بالقراءة. والجملة هذه قد نبه الشراح ومنهم النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم أن هذه الجملة ممن فرد به البخاري وليست في رواية الإمام مسلم، ويعني كان على المصنف رحمه الله الإشارة إلى ذلك في قوله: جهر فيهما بالقراءة، لفظ تفرد به البخاري دون مسلم. وهو إجماع أن الجهر في صلاة الاستسقاء، وعليه أيضا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صلاة الاستسقاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتحويل المذكور في الحديث يكتفى في تحصيل مسماه بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار. نعم، هو كما قلت لك مأخوذ أيضا من بعض روايات الحديث، لما زاد المسعودي في الرواية قال: قلت لأبي بكر: أجعل الشمال على اليمين أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: بل جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. وأيضا في بعض الروايات عند أبي داود في حديث الباب عن عبد الله بن يزيد قال: يجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. المقصود بالعطاف الثنية التي يعطفها لابس الرداء على كتفه أو على منكبه، فإنه يلبسه ثم يعطف الطرف الأيمن على عاتق الأيسر والطرف الأيسر على عاتق الأيمن فيعكس ذلك فيكون قلبا. قال رحمه الله: يكتفى في مسماه بمجرد القلب من اليمين إلى اليسار. وفي رواية أيضا عند الإمام مسلم قال: قلب رداءه جعل اليمين على الشمال. وجعل اليمين على الشمال هي من كلام أبي بكر بن حزم في الرواية. وأيضا كما جاء عند ابن ماجه وابن خزيمة قال: قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. هذا ثاني حديثي الباب، وهو آخر ما في مجلسنا اليوم إن شاء الله تعالى، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه استسقاؤه صلى الله عليه وسلم بالدعاء في خطبة الجمعة، وهي الصفة الثانية التي تقدم ذكرها في كلام الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهي التي اقتصر عليها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أن سنة الاستسقاء الدعاء من غير صلاة، استشهادا بهذا الحديث. قال أنس رضي الله عنه: إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، يعني وقت الصلاة، وقت خطبته عليه الصلاة والسلام، وتتبع بعض شراح الحديث تسمية هذا الرجل فلم يجزم فيه بشيء، قيل هو أبو سفيان رضي الله عنه، وقيل بل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وقيل حارثة بن حصن الفزاري، وليس على تعيين أحد من هؤلاء من الروايات دليل يمكن الجزم به. فبقي مبهما أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. السؤال: هل قطع الخطبة فتكلم، أو كان قد انتهز الجلسة بين الخطبتين، أو في إحدى سكتاته عليه الصلاة والسلام؟ كل ذلك لم تبينه الروايات لهذا الحديث، لكن يظهر والله أعلم أنه صاحب حاجة فدخل وتكلم، لأنه لو كان من فقهاء الصحابة أو كبارهم أو من القريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا شأنه، لسببين: الأول أنه لا يصدر منه مثل ذلك بمقاطعة الخطبة والكلام أثناء الخطبة، ولو كان عنده شيء لجعله بعد الصلاة. والثاني وهو الأظهر، أن الرجل يحكي عن شيء أصابهم وهو القحط، وهذا يحصل لمن كان خارج المدينة فجاء ويطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما طلب. قال: دخل يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. قد توهم الرواية بهذا اللفظ أن دار القضاء هو الدار التي كانت يحصل فيها القضاء بين المتخاصمين، وما نسميه اليوم بالمحكمة، الدار التي يفصل فيها القاضي في الخصومات، وليس كذلك. قال القاضي عياض: سميت دار القضاء لأنها دار بيعت لأجل قضاء دين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه استدان وكتب على نفسه دينا، وأوصى أبناءه عبد الله، أوصى أولاده عبد الله وحفصة، أنه إذا مات ولم يسد دينه أن تباع هذه الدار ليقضى دينه، فاشتراها معاوية رضي الله عنه، فكان يقال لها دار قضاء دين عمر، ثم مع التساهل والتخفيف التسمية دار قضاء دين عمر دار القضاء، فاقتصرت على ذلك. وقيل كان دينه كما في رواية عند البخاري 86,000 رضي الله عنه وأرضاه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. من أي شيء؟ من القحط. فما هلاك الأموال؟ ما هلاك الأموال؟ ليس المقصود بها النقود، الدراهم والدنانير، الأموال النباتية والحيوانية، الحيوان المواشي، والنبات الزرع، فإنه يهلك بالقحط والجدب. قال: هلكت الأموال وانقطعت السبل. السبل الطرق، ما وجه انقطاعها؟ قلة الحركة، يعني لا يكاد يعبر ويمر بين القرى أحد، ولا يسافر، ما في مطر، ما في غيث، ما في خصب، ما في زرع، فلا ماء ولا زرع ولا خصب ولا مرعى، فهذا مدعاة لانقطاع السبل. قال: فادعوا الله يغثنا، هكذا بالجزم في رواية الإمام مسلم رحمه الله،
جواب للأمر، فادعوا الله يغيثنا، كما تقول اجتهد تنجح واحضر تجلس، فجواب للأمر فادعوا الله يغيثنا. ورواية الإمام البخاري رحمه الله على الرفع فادعوا الله يغيثنا على الاستئناف، يعني فادعوا الله، فشأن ذلك إذا كان منك الدعاء يا رسول الله يغيثنا الله جل جلاله. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أهل العلم: دل هذا على استحباب الدعاء ثلاثا كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. التثليث يعني تكرار الجملة في الدعاء ثلاثا: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار ثلاثا، فهذا من سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم أغثنا، أغث فعل أمر من الفعل، غاث أو أغاث، طيب فالغيث مأخوذ من الفعل غاث أو أغاث؟ غاث يغوث غوثا، وأغاث يغيث إغاثة، فلما قال اللهم أغثنا مأخوذة من الإغاثة التي هي الإعانة وليس من طلب الغيث. لو أراد طلب الغيث ماذا يقول؟ اللهم غثنا من غير همز، فإن الفعل ثلاثي، فتقول اللهم غثنا. ولهذا قال القاضي عياض: المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث، لأنه إنما يقال في طلب الغيث غثنا أو ارزقنا غيثا، كما تقول سقى وأسقى. فقال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. وسيأتيك بيان معنى ألفاظ الحديث: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، أراد إثبات أن المساحة كانت منكشفة، ليس بينهم في المسجد وبين سلع وهو جبل صغير قرب المسجد النبوي وكان إلى عهد قريب باقيا. قال: ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني لا شيء يحجب الرؤية، ومع ذلك فما في السماء من سحاب ولا قطعة سحاب ولا قزعة. قال: فطلعت من ورائه، وراء ماذا؟ جبل سلع. طلعت من ورائه سحابة مثل الترس. ما الترس؟ الترس، الترس أيوة، الذي يستخدمه المقاتل يتقي به، قطعة مستديرة من نحاس أو حديد يستعملها في يده يتقي بها الضربات في القتال، ضربة السيف والرمح، فيستخدمها في إحدى يديه وفي الأخرى رمحه أو سيفه يقاتل به. طيب قوله سحابة مثل الترس يقصد به في الحجم، يعني طلعت صحابة بحجم الترس هكذا مستديرة، أو يقصد الشكل في الاستدارة؟ بكليهما قيل، قيل إنه يقصد الاستدارة، والسحاب المستدير عند العرب محمود ويرونه مجلبة للخير والغيث والمطر. وقيل بل المقصود سحابة صغيرة بقدر الترس، لأنه جاء في رواية أخرى مثل رجل الطائر، سحابة هذا قدرها مثل الترس، وهي في السماء كرجل الطائر من صغرها. وفي كلا الوصفين إثبات آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن عظيم كرامته عند ربه يدعو الله فيستجيب له، ولا يبدو في مبادئ الأمر شيء من الأسباب ظاهرا، لكن الله يسخر له ويستجيب دعاءه عليه الصلاة والسلام. قال: ليس ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، تفرع السحاب ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. أقسم في الجملة الأولى وأقسم في الثانية، قال: والله لما دخل وهو يتكلم ما نرى في السماء لا سحاب ولا قزع والشمس ساطعة. فلما دعا عليه الصلاة والسلام قال: فلا والله استمر الغيث وجاءت السحابة وتوسطت وانتشرت وأمطرت أسبوعا كاملا. فلا والله ما نرى الشمس سبتا. ما معنى سبتا؟ أسبوعا، فالأسبوع يسمى سبتا كما يسمى الأسبوع جمعة، والعرب تسمي الأسبوع جمعة، تقول مثلا أنا هنا منذ جمعتين، أو لي هنا جمعة، أو كل جمعة أفعل ذلك، فأنت تقصد الأسبوع. والمسلمون يسمون الأسبوع جمعة لأنه أشرف أيامه أسبوعهم. قيل:
وكانت الأنصار لمجاورتهم اليهود في المدينة غلب عليهم تسمية الأسبوع سبتا، فأصبح هذا من تسميتهم الدارجة. ومنه حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا على أحد المعنيين، فإن في أحد المعنيين أنه يأتي كل يوم سبت، فإذا حمل على ذلك فلا يقصد به الأسبوع بل يوم السبت، وإذا حمل على المعنى الثاني كما هنا ما رأينا الشمس سبتا فإن المقصود يأتي قباء كل أسبوع وليس اليوم بعينه، وبكليهما قيل وإن كان الأول أظهر. قال هنا فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. وقال ثم دخل رجل من ذلك الباب، أي باب؟ الذي قاله في الأول الذي يلي دار القضاء، في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. من أي شيء؟ من كثرة المطر الذي استمر يصب أسبوعا ما توقف. قال يا رسول الله هلكت الأموال، الزرع غرق والحيوانات حبسها المطر فما تستطيع الرعي، وانقطعت السبل فسالت الأودية وربما السيول فكانت مظنة لقطع الطرق، فادعوا الله يمسكها. أيضا بالجزم في رواية مسلم جواب للأمر، وبالرفع في رواية البخاري يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا يعني حولنا، وأيضا روية من غير ألف حوالينا ولا علينا، ظرف متعلق بمحذوف تقديره اللهم أنزل حوالينا ولا تنزل علينا، اللهم أنزل المطر حوالينا ولا تنزل علينا. ثم حتى لا يقال إنه يريد إبعاد المطر قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وسيأتيك معانيها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال فأقلعت، ما هي؟ السحابة. وفي رواية فانقلعت والمعنى واحد. قال وخرجنا نمشي في السبت، فكما ظهرت بدعائه صلى الله عليه وسلم فجأة بلا مقدمات أقلعت بدعائه فجأة أيضا. قال وخرجنا نمشي في الشمس، وهم رأوا الشمس أسبوعا صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. قال في آخر الحديث قال شريك، الراوي راوي الحديث وشريك هذا هو أبو عبد الله، شريك بن عبد الله المدني القرشي تابعي، شهد جده بدرا، مات رحمه الله بعد 140 للهجرة. مختلف بين المحدثين في توثيقه وتوثيقه مطلقا أو توثيقه إذا روى عنه الثقات. قال فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول، من يقصد الرجل الثاني هذا الذي دخل، هو نفسه الذي جاء؟ قال لا أدري. وفي رواية عند البخاري أنه الأول، فلتعددت الروايات. قال بعض أهل العلم لعل أنس رضي الله عنه تذكره مرة فجزم به ونسيه تارة فقال لا أدري. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال رضي الله عنه الضراب الجبال الصغار، يعني هذا مما عقب به الحافظ المقدسي رحمه الله في بيان بعض معاني كلمات الحديث، الضراب الجبال الصغار. قال هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه استدل به لأبي حنيفة في ترك الصلاة. ما وجه الاستدلال؟ أنه دعا في الخطبة من غير تخصيص الاستسقاء بصلاة ركعتين، ولو كانت صلاة الركعتين شرطا في الاستسقاء أو سنة لما تركها صلى الله عليه وسلم. إنما الجواب أن هذا سنة وهذا سنة. نعم. والذي دل على الصلاة واستحبابها لا ينافي أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى، وإنما كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء وهو مشروع حيث ما احتيج إليه، يعني سواء كان في خطبة جمعة أو في غير خطبة، بل في أي وقت يدعو المسلم ربه بطلب الغيث. ولا ينافي شرعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إليها، يعني لا 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 يبعد أن يقال إنه إذا احتاج الناس واشتد بهم الأمر قصدوا الصلاة لأنه أظهر في الضراعة والمسكنة وسؤال الغيث من الله
سبحانه. قال: وفي الحديث علم من أعلام النبوة في إجابة الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيبة أو معه، عقب دعائه أو مع دعائه، يعني ما أن فرغ بل في أثناء دعائه يستجيب الله عز وجل، فيكون في هذا من الآيات والعلامات العجيبة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ما كان ضمن كثير من الآيات التي احتفت بنبوته عليه الصلاة والسلام، شهدها طوائف من صحابته ونقلت لنا ورويت، وهي كثيرة جمة حتى أفردها بعض أهل العلم بمصنفات فسموها الدلائل، الآيات التي أكرم الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام مما يدل على صدق نبوته وتأييد الله عز وجل له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأراد بالأموال الأموال الحيوانية والنباتية أيضا، نعم، فهي أموال، لأنها التي يؤثر فيها انقطاع المطر بخلاف الأموال الصامتة. ما الأموال الصامتة؟ فقط النقد، النقد مال صامت، والعقار أيضا مال صامت، العقار سواء كان بناء دارا أو كان أرضا هو مال، لكنه ليس مما يؤثر فيها انقطاع المطر. نعم. قال: والسبل الطرق. السبل جمع سبيل، يذكر ويؤنث، ومن التذكير قوله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، فجعل السبيل مذكرا، ومن التأنيث قوله تعالى: قل هذه سبيلي. نعم. قال: والسبل الطرق وانقطاعها، إما بعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودها، وإما باشتغال الناس بشدة القحط عن الضرب في الأرض. فإذا تقف الأسفار وتقل الحركة بسبب انقطاع المطر، إذا لا مطر لا مرعى لا زرع، فلا يتحرك أصحاب البهائم بحيواناتهم للقحط فينقطع السبيل، أو يقف الناس عن السفر والضرب في الأرض لشدة القحط، فكل ذلك يحصل به انقطاع السبل. قال: وفيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، فمن الناس من عداه إلى كل دعاء، ومنهم من لم يعده، لحديث عن أنس يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع لما عدا الاستسقاء. وفي حديث آخر استثناء ثلاثة مواضع، منها الاستسقاء ورؤية البيت، وقد أول ذلك على أن يكون المراد رفعا تاما في هذه المواضع وفي غيرها دونه، بدليل أنه صح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وسلم في غير تلك المواضع. وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله جزءا قرأته عليه. أما رفع اليدين في دعاء الاستسقاء فهو محل اتفاق بين العلماء، رفع اليدين في صلاة الاستسقاء في الدعاء محل اتفاق بين العلماء أنه مستحب لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، بل الثابت في رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الاستسقاء على وجه المبالغة لم يثبت مثله في بقية المواضع التي ثبت فيها رفع اليدين، رفع اليدين حتى يبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، يرفع رفعا شديدا فيه إظهار للمسكنة للذل للحاجة، يرفع يديه ملحا داعيا ربه عز وجل، هذا لا خلاف فيه، إنما اختلفوا فيما عدا دعاء الاستسقاء، أي يشرع رفع اليدين أو لا، مما ذهب إليه الإمام الطبري كراهية القول بكراهية رفع اليدين في الدعاء عن بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما، وروي في ذلك عنه روايات، وجبير بن مطعم، وقيل إن شريحا القاضي رأى رجلا رافعا يديه فقال: من تتناول بهما لا أم لك، هذا على وجه الاستنكار، ترفع يديك يقول ماذا تريد أن تتناول، وهذا وإن كان مذهبا نادرا أو قليلا مسألة القول بالكراهة،
لأن أجيب بأن ابن عمر رضي الله عنهما ليس يقصد كراهة رفع اليدين، بل يقصد كراهة المبالغة في رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء، كأنه يقول لا تبالغ في رفع يديك إلا في صلاة الاستسقاء، ولا ينفي هذا مشروعية رفع اليدين حذو صدريه كما أسند ذلك عنه الإمام الطبري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. وابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه الجواز أو القول بمشروعية رفع اليدين. طيب، فأي دعاء فيما عدا الاستسقاء مثل ماذا؟ مثل دعائك المطلق في وقت ما جلست، أتيت المسجد الحرام صليت، بدلك أن تدعو، جئت فقمت الليل وأردت أن تختم ركعتيك بدعوات فرفعت يديك تدعو. عموم مواضع الدعاء بين الأذان والإقامة، في جوف الليل، مسافر في سفر فأراد أن يدعو، يرفع يديه أو لا يدعو، يرفع يديه أو لا يرفع. الصحيح رفعه، وإليه ذهب جماهير الأمة سلفا وخلفا. ما هو؟ مشروعية بل استحباب رفع اليدين في الدعاء لكثرة ما ورد فيها من الأحاديث حتى عد من التواتر المعنوي. رفع اليدين في الدعاء من التواتر المعنوي، يعني تعددت فيه الروايات والأحاديث بألفاظها المختلفة التي أفادت أن رفع اليدين من مستحبات الدعاء، بل من أسباب إجابة الدعاء، وألفاظ الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. قال المصنف رحمه الله فيه دليل على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. قلت لك هذا مما اتفقوا عليه. قال فمن الناس من عداه إلى كل دعاء. عداه كيف؟ بالقياس. يبدو ظاهر الكلام قياسا، لكن السنة الثابتة برفع الأيدي في مواضع أخرى لا تحوجنا إلى القياس. بوب الإمام البخاري فقال باب رفع الأيدي في الدعاء مطلقا، وذكر الشراح أحاديث كثيرة في هذا الباب التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رفع اليدين في الدعاء، وهو كثير في شأنه صلوات الله وسلامه عليه. قال المصنف رحمه الله ومنهم من لم يعده، يعني رأى رفع اليدين في دعاء الاستسقاء خاصة. لما؟ قال لحديث عن أنس رضي الله عنه يقتضي ظاهره عدم عموم الرفع فيما عدا الاستسقاء، وأراد بذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع اليد إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة. الاستسقاء الذي نحن فيه، الاستنصار طلب النصر في الغزو، ويشير إلى حديث غزوة بدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد لما كان في العريش ورفع يديه وناجى وألح في الدعاء حتى سقط الرداء عن منكبيه، فأتى أبو بكر رضي الله عنه فأعاد الرداء وقال يعني مخففا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رآه من شدة التضرع والابتهال إلى الله، قال حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعد، أو كما قال رضي الله عنه. فقال هذا حديث أنس رضي الله عنه أيضا مما استدل به القائلون بأنه لا يشرع في غير هذه المواضع. قال المصنف وفي حديث آخر استثناء ثلاثة مواضع منها الاستسقاء ورؤية البيت، وذكر الاستنصار أيضا كما سمعت. قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس في رفع اليد عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحب، يعني رؤية الكعبة لمن قدم في عمرة أو في طواف ونحوها. فالذي يقال يا كرام إن رفع اليدين في الدعاء ثابت مشروع مستحب مسنون، والأصل فيه الجواز، إلا ما جاء من المواضع السنة فيها عدم رفع اليدين في الدعاء. مثل ماذا؟ مثل متشهد جالس في صلاته بعدما انتهى من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع دعاء لحديثي، ثم ليختير ليتخير من المسألة ما شاء، هذا موضع دعاء. فلو أراد أن يدعو فلا يشرع له أن يرفع يديه وجالس في التشهد ويقول هذا دعاء، ومن السنة في الدعاء رفع اليدين. هذا الموضع الثابت في السنة فيه عدم رفع اليدين. وقل مثل ذلك في الطواف، وهذا مما ينبه عليه في طواف بعض إخوتنا، في طواف تطوع، في عمرة، في حج،
فربما رأيت بعض الطائفين يطوف رافعا يديه، رفع اليدين في الدعاء مستحب لكن ليس في الطواف، هذا من المواضع التي ثبت فيها من السنة عدم رفع اليدين. طاف عليه الصلاة والسلام وملأ طوافه دعاء ولم يثبت أنه رفع يديه في الدعاء. ومثل ذلك السعي بين الصفا والمروة، السعي كله دعاء وذكر، لم يثبت أنه رفع يديه في سعيه بين الصفا والمروة. فلو فعل هذا أحد واحتج بأن قال هذا دعاء والسنة في الدعاء مطلقا رفع اليدين، يقال إلا ما ثبت في السنة عدم رفع اليدين فيه. ومثل ذلك عند بعض الفقهاء رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة تأمينا على دعاء الإمام، فيكتفى بالتأمين أو برفع الأصبع السبابة بالتأمين دون رفع اليدين، ولم يرد في هذا نص. ومثل ذلك يعني المواضع التي ارتبطت بعدم رفع اليدين. ما عداها فلو دعا داع كما قلت لك بين الأذان والإقامة، نزل مطر فعلم أن هذا من مواطن إجابة الدعاء، كان في سفر فأراد الدعاء في جوف ليل، قام يصلي قام يدعو في أي لحظة وساعة انفتح قلبه وسعى ربه وسأل، يستحب له رفع يديه، وهذا من مستحبات الدعاء. فالذي أشار إليه المصنف رحمه الله بيان لبعض ما ذهب إليه بعض أهل العلم أخذا من حديث أنس رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء كما في الصحيحين. هذا اللفظ عن أنس يحتاج إلى جواب. أنس رضي الله عنه من أقرب الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو راوي هذا الحديث، حديث الاستسقاء في الخطبة. يقول أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هذا لفظ الصحيحين. وفي غير الصحيحين كما سمعت روايات أخرى، منها قوله في الاستسقاء والاستنصار ويوم عرفة، ومنها قوله الاستسقاء ورؤية البيت، لكن أسانيدها ليست بذاك. قال المصنف وقد أول ذلك، ما هو؟ حديث أنس في نفي رفع اليدين في الدعاء في غير الاستسقاء. قال أول على أن يكون المراد لم يرفع رفعا تاما، يعني لم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلا في الاستسقاء. ماذا يقصد؟ قلنا الرفع الشديد المبالغة فيه، الرفع التام بحيث يرفع يديه حتى يبدو بياض، يمد يديه مدا إلى السماء. قال وفي غير الاستسقاء يكون ثابت فيه الرفع دون ذلك، بدليل أنه صح رفع اليدين عنه صلى الله عليه وآله وسلم في غير تلك المواضع، والأحاديث في ذلك يا كرام كثيرة جدا، حتى قال المصنف وصنف في ذلك شيخنا أبو محمد المنذري رحمه الله جزءا في ذلك قرأته عليه. والمجلس ليس بحاجة إلى ذكر الشواهد في الأحاديث التي فيها رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو، أو رأيته رافعا يديه يدعو، أو فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو في الصحيحين في السنن، ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول اللهم هل بلغت، وفي حديث أسامة وهو رافع اليد الأخرى. يعني الحديث كثيرة جدا، قلت لك حتى أدرجها العلماء في الحديث المتواتر، المتواتر المعنوي، لأن الألفاظ متعددة والمعنى المقصود منها والشاهد منها واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والقزع سحاب متفرق، والقزعة واحدة، ومنه أخذ القزع في الرأس وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. إذن القزعة واحدة، قطعة من السحاب. قال ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، ولا رأينا في السماء من سحاب ولا قزعة، يقول حتى قطعة واحدة من السحاب ما رأينا. وجمعه قزع، سحاب متفرق، فإذا التأم وانضم كانت سحابة، كانت غمامة ونحوها، فأما تفرقت تسمى قزع. ومنه أخذ القزع في الرأس، حلق بعضه وترك بعضه، فأصبح قطعة من الرأس فيها شعر وقطعة ليس فيها، فأصبح الشعر متفرقا فسمي قزعا. قال المصنف رحمه الله وهو أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. رحمه الله كان في زمان ما يفعلونه إلا لصبيانهم، واليوم يفعله الصغار والكبار والشباب والشيب، والله المستعان. وكل ذلك مما نهت عنه السنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع.
فالقزعة إذن القطعة من السحاب. قال أبو عبيد: أكثر ما يكون في الخريف، كأن سحاب الخريف غير ممطر في الغالب، فتأتي قطعا متفرقة، فإذا كان في موسمه التأم واجتمع وكان مظنة المطر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسلع جبل عند المدينة. سلع أكثر من جبل في المدينة عند المؤرخين، لكن المقصود هنا في الرواية جبل صغير منه، وهو أصغر جبال السلع بالمدينة. قال: وقوله: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، تأكيد لقوله: وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، لأنه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع، فلو كان بينهم وبينه دار لأمكن أن تكون القزعة موجودة، لكن حال بينهم وبين رؤيتها ما بينهم وبين سلع من دار لو كانت. قلت لك كأنه يقول: لا شيء يحجب الرؤية، وما نرى في السماء شيئا، يعني هو يريد أن يؤكد لك أن الذي حصل آية والله، لا شيء إلا لو كنت حاضرا لزاد في ذلك إيمانا في قلبك وتصديقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم نقول: ما حضرنا هذه الجمعة معه عليه الصلاة والسلام في المسجد، ولا كنا مع أنس رضي الله عنه وصحابته الكرام البقية رضي الله عنهم جميعا. بالله عليك انظر كم وقع هذا من أثر، كم وقع لهذا من أثر في قلوبهم، حتى جاء أنس وهو يحكي ويروي يقول: فلا والله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ثم قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. شفت الأثر هذا؟ يقسم وهو يرى أثرا عظيما عجيبا وآية. أقول أنا وأنت ما حضرنا هذا المسجد، هذه الخطبة، ولا هذا المشهد، لكن أما قد روي لنا بطريق صحيح ثابت نؤمن به ونصدق ونجزم، فحري بنا والله أن نؤمن بذلك كأن رأيناه، ويقع في قلوبنا من اليقين والتصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أكرمه الله تعالى به من الآيات، لكأننا والله معه في المسجد، وشهدنا مع أنس هذا المشهد فكأننا معه، لا يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتصديقا به عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ما رأينا الشمس سبتا، أي جمعة، وقد تبين في رواية أخرى. ما رأينا الشمس سبتا أي جمعة، يعني فسر السبت بالجمعة؟ لا، لأن الدارج عند المسلمين إذا قالوا الجمعة يعني الأسبوع، فهو كأنه يقول أسبوع. قال: وقد تبين في رواية أخرى، يعني عند البخاري جاءت رواية قال: فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأفاد أن هذا أسبوع. فقال: ما رأينا الشمس سبتا، إذن هو سبتا بمعنى يوم السبت، وهو المرادف للجمعة. وقال بعض أهل العلم إنه جاء في رواية فيما رواه الداود من رواة البخاري: ما رأينا الشمس ستا، فزعم بعض الشراح أن هذا تصحيف ووهم، وأن كما جزم به الإمام القرطبي رحمه الله، لكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الحديث صح في رواية أخرى عند غير البخاري: فما رأينا الشمس ستا، فلا ينفى من حيث الرواية وإن لم تكن في طريق البخاري، لكن ما رأينا الشمس ستا محمول على أنه ستة أيام. كيف؟ لأن من الجمعة إلى الجمعة ستة أيام وبعض السابع، فأراد به ستة أيام كاملات متواصلات، ولها وجه إذن. والسبت من الألفاظ المشتركة، فالسبت الدهر، والسبت الراحة، وحلق الرأس يسمى سبتا، وإرسال الشعر من العقص، وضرب من سير الإبل وهو العنق أيضا يسمى سبتا، وكل ذلك من المعاني. ويسمى السبت بمعنى القطع، ومنه يوم السبت انقطاع الأيام عنده، كما قال الله عز وجل: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، والسبت قيام اليهود بأمر سبتها، فكل ذلك مما يطلق عليه لفظ السبت، فهو من المشترك في الألفاظ. أحسن الله إليكم. قال: وقوله: في الجمعة الثانية هلكت الأموال، أي بكثرة المطر. وفيه دليل على الدعاء لإمساك ضرر المطر، كما استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه، فإن الكل مضر. والآكام جمع أكم، مثل أعناق جمع عنق، والأكم جمع إكام، مثل كتب في جمع كتاب.
والإكام جمع أكم مثل جبال في جمع جبل، والأكم والأكمات جمع الأكمة وهي التل المرتفع من الأرض. إذن الخلاصة الأكمة الواحدة هي التل المرتفع من الأرض، وقيل الهضبة الضخمة تسمى أكمة، إذن هي التل المرتفع، وقيل هي التي تكون من حجر واحد، هي هضبة واحدة، قطعة صخرية واحدة تسمى أكمة، لكن ليست جبلا وليست بمستوى الجبل المرتفع. طيب قوله الأكام جمع أكم مثل أعناق وعنق، والأكم جمع إكام مثل كتب وكتاب، والإكام جمع أكم مثل جبال جمع جبل، والأكم والأكمات جمع أكمة، إذن هذا جمع 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 الجمع. طب هاتها من العكس، ما المفردة؟ المفردة الصغيرة الأكمة، ما جمعها؟ لا، أكمة جمعها أكمات وأكم، أكمات وأكم. طيب ما جمع أكم؟ إكام مثل جبل وجبال، ما جمع إكام؟ آكام، آكام مثل عنق وأعناق. طيب ثم ما جمع آكام؟ أكم، فهو كما أورد بهذا الترتيب أنه جمع لجمع لجمع، وهذا وارد مثله في اللغة وإن لم يكن كثيرا. قال والضراب جمع ضرب بفتح الضاء وكسر الراء وهو من صغار الجبال. هكذا فسره المصنف رحمه الله، أعني الحافظ عبد الغني، قال الضراب الجبال الصغيرة، جمع ضرب، والضرب قال الجبل الصغير، وقال القاضي عيام ما غلظ من الأرض يعني ما ارتفع وإن لم يبلغ أن يكون جبلا، ومن قال الجوهري والذي صححه النووي والقرطبي وعدد من الشراح الضراب ليست الجبال، الروابي، الضرب الرابية الصغيرة، الرابية التلة المرتفعة قليلا تسمى رابية وتسمى ضربة، والجمع ضراب. نعم. قال وقوله وبطون الأودية ومنابت الشجر طلب لما يحصل المنفعة ويدفع المضرة. طيب قال اللهم حوالينا ولا علينا، قلنا ما معناه؟ اللهم أنزل المطر حوالينا ولا تنزله علينا. طيب حوالينا فين؟ قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام يعني كأنه يريد أن يقول اللهم اجعل هذا المطر على ما كان حوالي المدينة من التلال والهضاب والأودية وبطونها ومنابت الشجر. قال ابن الملقن رحمه الله سأل ذلك أدبا مع الله، حيث لم يسأل رفع المطر من أصله، ما قال اللهم أوقفه، أدبا مع الله، المطر رحمة ورزق، ما قال يا رب اكتفينا اقطع عنا الرزق، أدبا مع الله. قال سأل ذلك أدبا مع الله حيث لم يسأل رفعه من أصله، بل سأل رفع الضرر وكشفه عن البيوت والطرق بحيث لا يتضرر ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاء المطر في مواقع الحاجة فيبقى نفعه وخصبه صلى الله عليه وآله وسلم. بالمناسبة الأودية أيضا من الفوائد، الأودية جمع واد، قال وليس في كلام العرب أفعلة جمع فاعل إلا هذه الكلمة خاصة فهي من النوادر، أودية جمع وادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله وخرجنا نمشي في الشمس علم آخر من أعلام النبوة في الاستصحاء كما سبق مثله في الاستسقاء. ما الاستصحاء؟ طلب الصحو، وهو ضد الغيث وعكسه، أن تكون الشمس، أن تكون السماء صحوا لا سحاب فيها ولا غيم. قال وخرجنا نمشي في الشمس بدعائه صلى الله عليه وسلم، كما جلسوا أسبوعا لا يرون الشمس بدعائه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا قال علم آخر من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. تم بذلك بحمد الله تعالى
باب الاستسقاء بحديثيه، وهو الباب 22، ومجلسنا المقبل في أسبوعنا القادم إن شاء الله في باب صلاة الخوف. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا أكرم الأكرمين، واحفظ علينا يا رب أمننا وإيماننا وسلامتنا وسلامنا. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا رب العالمين. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.